سلام على الورقة، معاكم ام كامل او اهو كامل. النهاردة يا شباب بنات زي ما انتم شايفين اللي جنبي ده، مش عارف هو هنا ولا هنا، اللي بقه ده اللي هو الوحش بتاع حديقة الحيوان الخطيرة المرعبة. ولكن النهاردة احنا في روبلوكس، وتخيلوا معايا الهروب من السجن بتاع اخطر حيوانات موجودة في الكون، الحيوانات الزومبي. واول ما ادوس بلاي عبده مندو جوه اهو يا شباب. خلاص بنبدأ العالم النهاردة ونبدأ ان احنا نهرب من السجن بتاعهم، فربنا يستر يا شباب. وخلونا ندوس بلاي. بيقول لك سيلكت ديفيكالتي، والله العظيم مفيش غير ايزي. يعني انا نفسي كانت تكون هارد بتاع، بس اتوقع ان الايزي بتاعهم مش الايزي اللي في بالكم. بس خلونا ندوس ايزي خليها من السهل. وبسم الله الرحمن الرحيم، دخلنا العبد ومندو الكوماندو. ايه اللي موقفك يا عبد وسط الحيوانات دي؟ نفسك تكون واحد شرير زيهم ولا ايه؟ ها؟ رد عليا. ايه ده؟ هو هم حيوانات؟ لا خلاص، انا كنت عامل نفسي بقى واحد منهم وبتاع. لا خلاص، بقول لك ايه يا اسطى، بقول لك ايه، شايف البت دي؟ شايف بتعمل كده ليه؟ بترقص تقريبا، كسبت بالكاس على طول في وقت قليل جدا، فاهم؟ فحط صورتها هنا يعني، بس او صاحبه الماب معرفش، والله شكلها صاحبة الماب يا شباب. اكتبوا لنا تحت في الكومنتات هي بترقص لا ليه. لا، دي كسبانة اسمها، هي دي أول واحدة اسمها، صح؟ اسمها كوبرا، والله دي أيوة. يو دي لعبة، اللعبة دي 17 ساعة؟ ليه يا بنتي؟ تقعدي يوم كامل في، والله شكله يا شباب الوضع. اوه والله سجن، حبدو شوف سجن غابة والله، فين والحيوانات ده؟ مسجونة اهي، شوف بره اهو الحيوانات مسجونه. او ماي جاد يا شباب، قبل ما يبدا المقطع صلى على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، اذكر الله لا اله الا الله، عشان لو ده اخر مقطع في القناه تكونوا ثابتين نفسكم على المقطع ده باحلى لايك دلوقتي، واشتراك في القناه لازم تعملوه دلوقتي، يلا بسرعه لايك لايك. خلاص انا اللي عاوزنا نسرق الكاس من البيت ديت يعمل لايك بسرعه يا باشا. هنقعد هنا 17 ساعه، شوفوا المسجون السجين اللي سجننا هناك اهو، اللي هو حارس الحديقه. طب يلا بسم الله عبده، ما احنا نقدر نتحول للحيوانات دي؟ اتوقع بروبوكس يا ولد، يا ب 400 روبوكس عشان اتحول اللي ينفع؟ ليه؟ عشان اعمل نونوه ب 400؟ لا اطلع يا عبد الله اطلع. بص نيو خلاص بصفر الروبوكس اهو يا شباب، بصفر الروبوكس عبده قلب قطه. طبعا بيقول لك ايه؟ بيقول لك بليز لايك ذيس جيم، يعني لازم تحط لايك على المقطع ده، وعامل لك شكل اللايك لفوق اهو، اعمل لايك مستني. ثواني يا عبده عشان وقت، بس معلش اتفضل. وقت معلش كده، مين اللي عمل الصوت ده؟ يا ولد هتلاقي الحيوانات اللي والله في اصوات، اصبر كده يعني شكله فيها اصوات. ايوه في اصوات بتقول على فكره ده في السجن اللي بعدين، انا متاكد. بيقول لك ايه؟ كيب بانشنج، يعني نفس الخط بتاع اللعبه الاصليه اقسم بالله. اوكي ننزل هنا يا عيال، شوفوا القط، القط اتوقع ده ثعلب. يا ماندو انزل يا ماندو، انت كملت الطريق ده، انا مستنيك هناك. تعال 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 مستنيك اهو، نط نط يلا. يا ابني انا كنت قاعد مستنيك. يلا اطلع بسم الله. يا عيال شوفوا في حمض تحت، حمض نووي. بص بص معمول، بص امشي فوق السور، بص اهو اهو ما بخافش، انا ما بخافش يا حبيبي اهو اهو اهو، مش هتعرف مكمل اسطوره. يلا لا ماندو ماندو يلا يا اسطوره. يا عيال هو اللي طيرني اقسم بالله، والله هو اللي طيرني اقسم بالله، انا كنت تمام هو اللي طيرني. طب ماشي اللي برضه ضالك يا عبد. اوكي خلينا ندوس على الزرار ده كده، يلا بسم الله. شوف السبايكس خضرة، السبايكس اللي تحت خضرة. روح يا ام كامل. اوكي ايه ده، عبده مندو راح فين؟ يا ماندو هو مش يا رب بنتي؟ ايه ده؟ وعبده وفر البتاع كده ومستخبي. يلا انزل هنا بس، يوه شوف الفيل يا حال، الفيل والسلايم والدب. ايه ده؟ تصدق كنت فاكرها بقلاويزه طلعت. لا خلاص بلاش اقول طلعت. يا ولد سلايم، سلايم يا عبدو، شبه السلايم. هي شاب شبه السلايم الخاص بيا يا باشا. بس فهمت قصده على البوب، اللي هي البوب يا عيال البوب، لان احنا قناه عائليه، البوب يا شاب شبه البوب. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلونا نكمل. حارس السجن شفنا، اقرا بدو اقرا بدو حارس حارس الحديقه يا عيال، بيعمل ده بيطلع السلم. شوف 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 شوف، هنا في النعامه، وهنا في الزرافه المتحوله، والقط المتحول، ونط ام كامل. مش هتعرف تجيبني، نط نط مش هيجي. شوف زعل زعل، على فكره لو نزلت له كده المفروض مش هيجري ورايا. لا شافني تاني. انا ما بدوسش على الزرار صح؟ انا ما بدوسش على الزرار ولا انا، انا محتاج ان ادوس على الزرار. اوعى ماندو اوعى ماندو، دوس دوس دوس. اوكي فتحت دوس الباب. هيجبني يا ماندو، هيجبني حارس الحديقه، حارس الحيوانات الشرير. لا بطيء بطيء.
يما عمال اطلع يعمل على اصوات غريبة. السلم وخلاص كده. اه الحمد لله يا شاب وصلنا. طبعا معانا واحد الناس مساري، بس احنا مالناش دعوة بساري، خلينا في عبده مالي. اوكي خلاص بهزر والله. يا اوكي بسم ظريف الله الرحمن الرحيم، خلونا نكمل طريقنا مع البنت اللي شايله خبزايه على ظهرها دي، وننزل هنا مع عبده مندو الكوماندو، وننزل هنا اتوقع بينا في التويليت. طب انا عايز افهم حاجه، تخيل عبده مندو تبقى خارج من الحمام، حلو هل الحمام اهو، خارج من الحمام اهو بعد عملت حمام، وتلاقي ده في وشك. او ماي جاد مان، رحت فيها انت؟ هخش تاني؟ هتخش وتبات في الحمام مش هتخرج تاني. اوكي خلينا نفتح الابواب بتاعت الحمامات دي نشوف فيها ايه. اوكي الحمام ده نضيف جدا، والحمام ده وسخ شويه، والحمام ده وسخ جدا. طب ده في ايه؟ اه في شافل. اوكي نمسك الشافل، اوب هوب 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 هوب، احفر يا كامل يا عيال، حطوا لايك مع كل حفره يا شاب. اوه عبدو ايه بتعمل ايه؟ ايه اللي موقفك جنب القرد يا حبيبي؟ شوف القرد بيرقص ازاي، والله رهيب يا عم. نفسي اتحول لفيلم، اقسم بالله المقطع ده لو وصل 20,000 لايك في 3 ايام اقسم بالله بشتري شخصيه من الشخصيات دي، واللي انت تقولوا لي عليها تحت في الكومنتات. لو قلت لي اشتري شخصيه الفيل، القرد، الارنب، والله بشتريها يا شباب لو المقطع وصل 20,000 لايك في 3 ايام. شوفوا هنا بننط على الكرسي، الاول كنا بننط على بلوكات وحرف الزد وحرف الاو على اساس ان زوم ميلي وكده، زوم مالي ولا مش عارف اسمها ايه اللعبه، عمو زوم مالي هي. عمو مالك انت ومالك؟ قلتني ليه يا عمو؟ اه ما اكلنا كنت في طلعني من اللعبه. بقك يا اسطى، طلعني من بقك يا اسطى يا يا اسطى، شوفوا الراجل ده حاطط شوفوا يا كل اسطى، عبده الراجل كلم يا عم، نزله يا زو كيبر انت يا حاس يا عم، حضرتك. خلاص يا عم بيحطوا لك لايك نزلنا يا عم، يا عم، بيعملوا لك ارمي لايك كده. اه خلاص بس الحمد خلاص لله سابنا والله عالي. يلا خلينا نكمل الحمد لله. طريقنا، نط على الكنز ده، اوبا بعد كده على كلمة زوم مالي، بعد كده على حرف السي، بعد كده هنا. ايه ده؟ ده يا عبده صحيح؟ ايه ده عبده كان هيقع؟ ايه بص ما كنت ده هقع، ده قالوا لي ان هو فرخة، تخيل دي ده فرخة فرخة او كتكوت يعني حاجة من الاتنين، فاهم؟ يا حول الله يا رب، شبه المخ. والله مخ طالع له دراع ورجلين. اوكي اوعى تقع في اللافا، ها اوعى تقع في اللافا دي الله بتتكسر، عليك، لما تتكسرش الله عليك يا ام كامل. والان وعدينا تقريبا تلات ارباع الوقت في الزوم مالي. تعالى بص انت فين؟ اهو اه سبايكس. اوه نط 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 نط، متمشيش على طول، نط نط اهو، نط واحده كمان، الله اكبر عليك. هنا دلوقتي يلا بسرعة حاسب يلا حاسب بسرعة حاسب. بسرعة انت عبده مات؟ بسرعة، عبده مات؟ لا الحمد عيب لله عليك، والله الحمد لله، لسه جايه لي الطوبه فاهم هي بشي. والله الواد مات، يلا شفت الواد مات، حاسب؟ الواد مات. لا انا الطوبه لسه جايه لي انا. اه هاي ازاي مت انا؟ والله ماشي ازاي مت براحتي. ليه؟ اه هلحق 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 هلحق، الله اكبر. اوكي لازم تسيبها تعدي شويه يا مكمل، لازم اسيبها تعدي خش شويه يا بسرعة شباب. هنا، خش بسرعة هنا، التانية التانية انا في التانية انا في التانية، الله اكبر. سيبها تعدي سيبها تعدي شويه، يلا التالتة 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 التالتة، الله عليك يا والله اسطورة يا شعب يا يلا عالم. تعالى مكمل التوب والباقي عبده مندو فوتوشوب. اوكي بهزر بقى. ماشي يا عم، شكرا يا عم. يلا بس يلا بسرعة، اسمع قوم القرد القرد، اه قفل على القرد، الباب، قفل، ده معاه قط يا هل، اول مرة اشوف حارسين مع بعض. تعال تعال افتح الباب ده الاول، من هنا من هنا ننزل دي، بعد كده ننزل التانية، لا هي واحدة بس. حاسب ماندو، آه مسكني يا ماندو وانا كمان. اه والله سريع بس اكيد الباب هو اتفتح. سرع ليه كده بعد ما احنا عملنا الحبل؟ اوكي بس الباب اتفتح، الباب اتفتح، يلا يلا بسرعه يا عيال، خدت شوف بالك؟ ارد ارد يا عيال ارد. اوكي خلاص عدينا منه عدينا منه، ايزي بيزي يا عيال، ايزي بيزي اقسم بالله. اللي مفكر ان القرود والحيوانات يعني صعبين يلا اتفرج على مقاطع ام كامل بس، ايزي شوف عديت منهم بكل عديت منه سهوله، ازاي؟ عديت منه. افتح انت الباب هتلاقي زمان الباب فتح، يعني انت افتحه وموت مش تسلم؟ مشكله. اه اطلع في اوضه تلاقيها فتحت، يلا تعال تعالى ماندو مستنيك، ما اقدرش امشي من غير ماندو يا شعب يا عيال، ده تميمه الحظ بتاعتي، ما ينفعش امشي من غيره. يلا ندوس مره واحده، ها واحد اثنين يلا ثلاثه، يلا عشان نطلع مع تريد بعض. تيت سمعت يا اسطى صوت عليك؟ ما هو صوت الليفر كده، شوف نص نص عبده نازل تحت يا شعب، بس مش بقول مشكله لك ده ايه، طبيعي يعني. ايه الماب ده بتجيب لك قوه جهازك اه فوق؟ قوه جهازك؟ لا طبعا اه لا طبعا. اوكي غريب، شوفوا هنا شعب، هنا في الفيل يا ابو زلومه، ولكن هو هنا من غير زلومه ببق الحقيقي، وهنا عندنا القرد اللي كان بيجري وراه من شويه، والكتكوت والكو كيبر. المفروض ان هنا خد هنشرب واحدة مشروب. وسع باور ريد بول. اه وقعت، شوف نط يا شباب. اه لا والله اشتغلت لوحدها، والله حلوه يا مندو، ها سريعه والله سريعه يا شباب، والله سريعه حلوه. واحده يلا يلا يمين سباق، يلا محمود واحده سباق، شمال، يا ولد عديتك انا عديتك، استناك. ما انت هتقع دلوقتي، لا انت هتقع، لا لا مين لا ما مين تستناليش. مين هيقع حبيبي؟ مكمل انا نسيت ولا ايه؟
نسيت ولا ايه؟ نسيت ولا ايه؟ نسيت ولا ايه؟ نسيت ولا ايه؟ الله اكبر عليك، ايه ده؟ الحق بيطلع بيطلع من بقه. اوكي يلا بسم الله. لسه على النهايه اتوقع، فاضل لنا اتوقع شويه كام ستيج كده. بص في ناس وصلت للستيج. ايه ده انت على واحد يا عبده؟ عشان انت ماشي قدامي وكده. الحق هنا في ستورج روم حلو، وهنا في اماكن في واحد هنا وفي كاميرا مراقبه وفي بنوته هنا. ايوه البنوته مش عارفه توصلي فوق ازاي. والله ايه ده؟ ده طلعت فوق راسك يا عبده. اصبر يا عبده، خليك واقف خليك واقف. ايه ده بتستغلوني؟ استنى بس عبده. وده ما طلعت بتمشي قدام شويه كده. ايوه ما انا هقول لك انا، تعالى يا ولد بنروح نجيب سلم. لازم اجيب سلم، ما تخليني اطلع. انا بشوف ده شايل سلم يا شاب، بس هو مخفي يعني. لازم كل واحد يشيل سلم. اوكي كل واحد يشيل سلم. وهات السلم. تعالى يا كامل. والله السلم تقيل يا ماندو، تقيل جدا. اوكي خلاص يلا بسم الله نجيب. هو حجمه كبير قوي كده، هو شايله ازاي البتاع ده؟ هو معضل وانا كمان معضل على فكره. فشايل السلم. ايوه حطيت السلم. طب بسم الله. هوب هوب يا حال، صعب قوي. هنا بعد كده هنا. استنوا هنا الاول بعد كده. استنوا مش عارف اطلع. اهي طلعت، والله طلعت وقعت. يا ابني زقيت السلم بتاعي ليه؟ يا عم انت اللي طلع على السلم بتاعي، اوعى. اوكي انا وقعت. شوف يا عيال اللاعب بتاعي وقع كده. هات السلم ده كده حطه هنا. ايوه ايوه والله ايزي يا عيال، يا عيال هي ايزي. بصوا نبص كده السلم وننط. والله عديت، والله عديت. في سلم جوه؟ في لا في سلم، لازم تطلع على السلم. ايوه يا عيال ايزي. اطلع انت الاول خلص. ماشي اوعى اوعى بس انت كده، اوعى انت بس كده. عشان ايه يا ولد اللي وقعني انا؟ انا عايز افهم مين اللي وقعني. يلا طب حاسب اجرب انا كده. طلعت ايزي يا عبده، والله ايزي. انت بس حاول معاها. وايه جينا عند المراوح والسبايكس الخضراء بتاعت الزوم مالي، ونستنى عبده ماندو الكوماندو. يلا يا ماندو مستنيك. فاكرني يا ابني هطول ولا ايه؟ استنى عبده ماندو ده، انا وراك على طول يا ابني. تعالى بس عدي واقطع في السبايكس بس، لان احنا زقني بس. اوكي ايو ايو ايو, إيو. تخيل عبده ينفع ينزق كده مبوش. اوه 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 والله عديت. الله عليك. يلا بسم الله وعلى السلم الاخضر. يا ترى يا عبده هيجيبوا لنا البص ايه يا ترى؟ يعني هيجيبوا لنا اكيد الحارس. حارس؟ الحارس اللي هو الزو كيبر ده؟ والله لا اتوقع. اتوقع حاجه اقوى يعني، ميكس كده فاهم. اتوقع ان هو يبقى ميكس من الحيوانات. شباب اكتبوا لنا تحت في الكومنتات تتوقعوا البص هيكون ايه. انت انت اللي وقعت ده؟ ده انا رحت فيها يا عبده محمود. انا رحت إيه؟ فيها، رحت فيها وقعت على حته سبايكس خضراء. والله رحت فيها. اللاعب بتاعي ما بقاش عايش. اوكي بسم الله. اوكي لازم كلوز ذا فولز، او اللي هو شاب اللي بتعدي. تعالى نعملهم مع بعض. ماشي ادي الاولى، وننزل للثانيه هنا. فين الثانيه دي؟ الثانيه تحت والثالثه تحت. الاثنين التانيين تحت وواحده فوق، يا يعني واحده بتعلمك والباقي تحت. وادي الاخيره. الله عليك يا ام كامل. يلا نرجع تاني نطلع على السلم ده. انا مش عارف ليه طلعته بالجنب كده، مع انه عادي ممكن اطلعه عادي. يلا يا ماندو، عشان هو قال لي هستناك يا شاف، فلازم استناه. انا سلم بقى اللي هو الاخضر. الاخضر ده في الطرق. الاخضر الاخضر اهو اهو. خد تعالى البيت. ما هو ده. انت رحت فين؟ ابا ده رجعني من الاول. غبي والله غبي. ارجع تاني ارجع تاني. ده فشل. جاي اهو جاي لك من الناحيه الثانيه، جاي لك من الناحيه. شفت انت اللي وقعت فيها؟ يلا يلا تعالى تعالى ماشي مستني. تعال تعال شايفك اهو. تعال المفروض كنت تيجي من السلم ده اهو تحت اهو. مش عارف ايه لففك اللفه الكبيره دي، بس ماشي. يلا خلونا نكمل. بسم الله الله اكبر. بسم الله بسم الله. لا تحارب. عارف انت لما تكون ضفدع يا ولد الماسوره. انا قلت الماسوره فاهم يعني، عادي زي الماسوره اللي بنمشي عليها بتستحملني. طلعت كده محطوطه وخلاص. اوكي يلا بسم الله خلونا نكمل. والله الطريق الطريق بتاع الهروب من الحديقه دي صعب جدا، والحيوانات اللي موجوده فيه اصعب كمان. اوكي عبده منده طاير اتوقع. اوكي يلا بسم الله نط. هوب هوب. دي ايزي دي يا شباب، دي ايزي بس مختلفه. والله مختلفه عن كل مره بلعب فيها، مختلفه يا شباب. اوكي تقلقش تقلقش، عيب عليك عيب عليك. ده ده انا الام كامل، ده انا الام كامل. الام كامل الام كامل. ايزي بيزي يا عيال، ايزي بيزي والله ايزي بيزي. شكل السجن. محمود اركب الهوايه، اركب الهوا. يلا هوب. والله عديتها.
دخلت ليتس جو انا ومضو كده مره كده والله دي اشاع. اوكي يلا بسم الله وصلنا اللي لا حارس المطبخ يا عبدو حارس اوعى فين ده بقول لك الحق بص ده بص ده الحق بيعمل ايه الحق بيعمل ايه الحق بيطلع ايه يلا ما توصل شفنا 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 بيج سمايل فوكس ده الثعلب ده الثعلب وضحكه الثعلب وضحكه جنان لازم عايزين نموته والله ضربني فود بسوكا استنى اهو والله ضربني زوكا فود زوكا اهو تعالى وجدت واحده الثانيه الثالثه والله ضربني الرابعه الخمسه اه اي جبنا عبدو ده الحق بتاع اللي معانا ده بيضرب بيضرب طماطم اه بيضرب طماطم وخضار وكده اضرب الثعلب والله ضربني اضربه في دماغه اضرب في دماغه بس انا بضرب في كل حته فيه خلاص قرب لا لا الهيت شوت بتجيب جامد يا اسطى ده خمس طلقات في هيت شوت بيموتوه ليتس جو والله راح فيها يا شقه انفجر تعال اضربك انت يا عم حدف عليك اناناس طماطم بص هي بتحدف طماطم واناناس وبرجر بطيخ لا طماطم واناناس وبرجر وموز وطماطم وموز وبرجر وموز بس حاجات معروفه يعني بسم الله خلونا نكمل يلا مندو تعالى نتزحلق يا مندو ما تنطش ها اتزحلق بس اتزحلق يلا اتزحلق وي وي احنا بنتدقلق مش بنتزحلق باكل الحته الاخيره دي لازم نقف هنا ايوه الله عليك كويس ان احنا ما عملناش اتنين بند اتنين بند يعني بنلعب بلياردو كده عبدو تتكلمش تاني يا عبدو ما تتكلمش تاني طيب اسمع اتنين بند ولا اتنين بند اتنين بند يلا بسم الله اكزيت يلا توقع في ليزرين ياب لا الليزر صعب قوي يا عبدو بينزل ويطلع خد بالك ها خد بالك يو والله عيال عبدو مندو طاير جنبي انا ماشي بلالا انا مش بتحرك ولا يمين ولا شمال يا اسطى سايب على الله اه هي ايزي هي ايزي هي ايزي ان شاء الله ايزي ان شاء الله ايزي يا اسطى سايب على الله ان شاء الله ايزي اه الحمد لله والله طلعت الحمد لله بنقابل البيج بوس سوا يا شباب بنقابل البيج بوس انا عبدو مندو سوا بيقول لك اطلع هنا طب ليه نطلع هنا؟ اتوقع ان احنا بنفتح الزرار او حاجه لا لا ايه ايه ده احنا في اسوأ مكان مش هنفتح مش محتاجين اه ده احنا هنحط حديدة دي عدي على واحدة بس هات واحدة بس يا عبدو انا عارف حط التانية معاك نجيب التالتة حط التالتة الله عليك يا ام كامل يلا منطق يا اسطى ما دي ممكن ننطها على فكرة يلا الباب فتح اجرب الباب فتح استنى اجرب انا لا لا خلاص استنى استنى ما احسبها حسب خبرتي نطها ايوه والله احسبك انت نطيت اصبر لا والله نطيت الحديده والله نطيت اقسم بالله اهي ولا نطيت رايي عشان مسكت في البتاع يلا يلا خش للبص يلا بسم الله شوت زقر ايه ده يوه على فكره انا الحارس النهائي ما طلعش زي ما انت قلت لي وش اللي اتوقع ان هو القط طلع وحش معدل اوه اوه في دراعاته يا مندو في دراعاته في دراعاته ايوه في كتافه في كتافه دمرت له كتف دمرت له كتف بقى برجل واحده بقى بايد واحده بس بيجيبني انا كده بيجيبني يا اسطى ده بيضرب نار يا اسطى وحاجات غريبه نط 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 من فوق النار نط من فوق النار نط من فوق النار ايوه نطيت 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 خلاص خلصت منه يا مندو خلصت منه يا مندو الله عليك يا مكمل والله راح فيها يا شاب راح فيها والسجنت فتح انفجر انفجر يلا تعال تعال من هنا يا مندو بنركب عربيه الهروب يلا 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 يا مندو اركب عربية الهروب اركب انا اللي سايق يلا يا مندو عينيني اكسر الباب وسعوا لي اهرب من هنا يلا يا مندو تعال ما توصل تعال والله ادوني الار بي جي يا شباب والله حلو اكون كل واحد عربيه اه اركب يا عبدو تعال والله بضرب شايف يا اسطى لما بتضرب في الجو ايه اللي بيحصل بضرب بانكيك بانكيك يلا اطلع فوق السلم ده يلا يلا بسم الله يا شباب والان حان وقت طلوع السلم اطلع السلم يا ام كامل ايوه دي النقطه الاخيره النهايه ايه النقطه الاخيره انت فاكر في نفسك في الركسه الاخيره يا عم عادي عشان يبقى هربنا اهو الطياره هي اللي بتخرجنا بره السجن يا غبي اهي شفت شفت ان انا صح شوف ركب ازاي ده انا راكب ورا اصلا الطياره اشتغلت شباب الطياره اشتغلت يا شباب انا شايف انا اللي سايب تركب ورا والله يا شباب طب الطياره دي مودينا فين طيب خلاص خرجتنا بره السجن اه خلاص ان احنا كتمنا الماب وكده
جايب لنا كل الحمد الروح. لله. وشوف دول الشباب اللي عملوا عليهم قبل كده سجن، ياب بابا بيتزا وسايرن كوب وانيترون والدامي وجرامي جرين وباربي. اوكي والله رهيب يعني. فاتوقع يكون سايت المقطع من يكون مقطع النهارده عجبكم، السوشيال اللايك والاشتراك ده في زر التنبيهات، تروحوا تتفرجوا على اخر فيديو عند عبد الكوماندو، فيديو اسطوري نزلته عنده. وبس اخر حاجه نخرج تعالى قبل ونشم ما هوا، تنهي، تعالى نشم تعالى هوا. استنى ما تنهيش، عايز اطلع بره، اطلع فوق كده في بوابة عملاقة. لا لا اصبر، طب تعالى ناخد سبيد، اقول لكم من غير سبيد يلا يا عاد. بنشوف بابا دي شكلها بتودينا على الجزء الثاني، لو عايزين جزء ثاني انا اعملوا حاسسها لايك بتودينا واشتراك. المبدأ، يلا تعالى جايز، نشوف. ها يلا انا عديت منها، الحق مش هتصدق اخذتني فين. صدق دخلتني فين؟ انت بتضحك عليا، انت بتضحك عليا يا عم انت. ايه ده؟ بس هشوف ايه دي السكن. اوه ده غير الجو من هنا. واو نايت سكاي، اوكي سوبر سبيد جامب. بقول لك يا عم تعال نشوف الماب من فوق. قول له يا شاب دي كل السجن اللي احنا عديناه شوفوا. والله رهيب والله رهيب يا عيال. المهم يا عيال ما تنسوش اللايك والاشتراك ده في زر التنبيهات، وتصلي على النبي تحت في الكومنتات، ولو عايزين جزء تاني من المقطع ده وصلوا مقطع اكبر عدد لايكات. وبس شوفوا مقطع يا خير الله. وسا سا سا سلام سلام سلام، مع سلام. السلامة، باي باي. ليك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ليك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ليك مليون.